عشان عندي اللي خلص لك. خد يا كده خد. اتفضلي معايا. ماشي. طب ما تمام كده يا عم محمد. أنسة دي عايزة ايه؟ صباح الفل. صباح الورد. شكل حضرتك مش من هنا. ايه امور يا ستوه؟ هتقدر تساعدني؟ تحت امرك يا ست الكل. بس كل سنه وانت طيبه. لا مفهوم طبعا. اموري. لا ما هو مش هينفع الكلام هنا. لازم قاعده. اه. طب بص حضرتك. نتقابل بالليل في القهوه اللي ورا السجل عشان نعرف ناخد ونبدا. ماشي. اسمك ايه بقى؟ الاستاذ سامح. ماشي يا استاذ سامح، ما تاخرش عليا. شيبين نوارد. يور ذا مان. قرب يا ابني. انتوا هتدفعوا كام؟ 2000 جنيه. بس عايزينها تبقى رسمي. لا من ناحيه رسمي هتطلع رسمي، ما تقلقيش. 2000 جنيه؟ يا حبايبي. وهتعملوا ايه بقى بالبطاقه دي؟ ما انت مال اهلك، هنعمل ايه بالبطاقه دي؟ عايزينها وخلاص. ايه يا ابله انت فاكراني عويل ولا ايه؟ لا مؤاخذه كده انتوا شكلكم من مصر والانسه دي شكلها خواجه وبتورطن. ما يمكن لا مؤاخذه تطلعوا ارهابيين وتلبسونا ارهابيين ايه يا عم؟ الموضوع ابسط من كده على فكره. يا عم جو نتفليكس ده. ده الراجل ده سكر يدوب تضرب كل حاجه، لو فتشتها تلاقي معاه حرز. ويعني الارهابيين بيبان عليهم ما راجل بيقلب ست والست بتقلب راجل. لا مؤاخذه انا لازم اعرف البطاقه دي هتعملوا بيها ايه. ست وراجل ايه بس؟ هو احنا ايش عرفنا برضه ان حضرتك مرتشي بجد وهتعرف تخلصينا حاجه؟ لا انا سمعتي زي الجنيه ده، بسال عليا في اي حته. يا عم كل الحكايه البت الغلبانه دي اتجوزت راجل كبير في السن وخلفت منه، ولاده بقى من مراته الاولانيه عايزين ياكلوا عليها الورث. كفر يا استاذ والله كفر، عايزين ياخدوا فلوس انا وابني. مالي يتامى؟ ينوبك فينا سوا بتساعدنا؟ ده هياخدوا مني 3 مليون جنيه. ايه؟ 3 مليون جنيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ناس لا عندها ضمير ولا أخلاق ولا دين. أنا راجل أحب أمشي في الخير. باين على حواجبك. أنا هاخد مليون جنيه. إيه؟ تم. نعم. بنقول لك مالي يتامى، وحضرتك يتيم يا أستاذ سامح؟ يا أستاذ يا أستاذ ده مؤاخذة، ده مستقبلي. أنا سايب لكم 2 مليون جنيه. لا معلش، أنت عشان تطلع بطاقة عايز تاخد مليون جنيه بحالها؟ وهي أي بطاقة؟ وأنا هطبعها وخلاص. دي بطاقة أصلي. أنا ممكن أعمل لكم أي بطاقة مالهاش أي لازمة، لا لها أصل ولا فصل، وهتتقفشوا بيها عند أول كمين. طب فهمنا كده بالظبط انت هتعمل ايه يعني؟ احنا هنجيب الموضوع من اوله. البطاقه دي هتطلع باسم مين؟ اعتبرها باسم. تمام. احنا هنعتبرك ساقط قيد. يعني ايه يعني ساقط قيد دي؟ ايه قلتولي يعني ايه ساقط قيد؟ يعني هناخدك الوحده الصحيه ونسنك، وهيحددوا سنك في الوقت الحالي كام. بس لازم بطاقه الولد تبقى معانا. موجوده. تمام. احنا بقى بشهاده الميلاد دي وشويه اوراق تانية هنطلع لك بطاقه اصل، وساعتها تقدر تورث اي حد خلقه ربنا. طب لو اتقفشنا في مكتب الصحه؟ لا نتقفش يا استاذ، امال انا قافش المليون جنيه ليه؟ مش في ناس هتتراضى؟ خلاص قررت ان انت تاخد المليون جنيه؟ طب بص يلا عشان وشك انا هاخد 1.5 مليون، واذا ما كانش عاجبكم سلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ.